هذا وقت زعل يا فيصل. أنا قلت لك مسامحة وعذرة. ليش بلغتي عنه؟ الإنسان هذا مريض ومو طبيعي. حتى لو كان طبيعي، أنا لو كنت مكانك كان سويت أكثر من كذي. أنت طيب وسهل إنك تسامح، بس مستحيل تخطف إنسان وتحتجزه. لا أنا ترى هذا نواف. واللي سواه جريمة. بس حرام، أنا ما ودي ينسجن. أنا اللي حرام، أنا اللي نجني عليه. أنت ما تدري شنو كان يصير فيني بغيابك. كنت أموت 100 مرة، كنت معلقة بين بين الياس والرجا. إذا أنت تبي تسامحه كيفك، بس أنا لا يمكن أسامحه. باكر بتنسين وتسامحينه. ما علينا من باكر، خلينا باليوم اللي إحنا فيه.